حضراتكم. النهاردة هنناقش موضوع السمنة الموضوعية ولكن من زوايا مختلفة شوية، وهي المشاكل اللي ممكن تنتج لو لجأنا أو تعرضنا لعمليات الشفط بالنسبة للسمنة الموضوعية. إذا حدث ترهلات بعد العملية بتعالج إزاي؟ إمتى نلجأ للشفط وإمتى نستخدم الأجهزة؟ وهل ممكن بعد استخدام الأجهزة وعدم المداومة عليها ترجع مرة تانية الأماكن اللي كنا بنعاني منها من سمنة موضعية؟ هيكلمنا عن هذه الأمور وكثير من التفاصيل دكتور أحمد ثروت نصار، مدرس جراحة التجميل والحروق بكلية الطب، دكتوراه جراحة التجميل والحروق وجراحات الوجه والفكين، عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل. محاورنا النهاردة يعني هنركز على السمنة الموضعية من زوايا مختلفة، وهنتكلم أيضا عن الخيوط الفرنسية. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. زي. أهلا بيك. الله يخليك. نورنا. الحمد لله. نور بيك. جالك مريض بيعاني من سمنة موضعية في أي منطقة بقى؟ يعني الذراعين، البطن، ظهر، أرداف، إيه اللي بيخليك تحدد وتقول له إحنا هنستخدم الأجهزة؟ كويس جدا. ولا أنت محتاج تخضع لعملية شفط؟ هو خلينا نقول إن السمنة الموضعية المريض بيشتكي منها لأن في منطقة فيها تراكم زايد للدهون مأثرة على شكله، هو ما بتستجابش للوسائل التحفظية زي الدايت وزي الرياضة وأشياء أخرى. أو مريض عمل جراحات سمنة وجسمه كله اتحسن وبقى عنده منطقة واحدة أو أكتر من منطقة هي اللي فيها المشكلة. كويس؟ يعني السمنة الموضعية مش شرط يكون المريض وزنه كله بشكل عام زي لا ممكن يكون موضعية، يعني في مواضع وزنه صغير جدا، سنه صغير، لكن في مناطق عامل المشكلة. طيب المريض بيجي في نوعين من المرضى، وعلى أساسهم بنقدر نحدد إحنا هنختار شفط الدهون أو هنختار الوسيلة التانية اللي هي الأجهزة. هي بالضبط زي واحد عايز يسافر مثلا أسوان، واحد بيروح بالقطر وواحد بيروح بالإيه؟ بالطيارة. شفط الدهون والطيارة جلسة واحدة بسرعة، حل جذري، دهون طبعا ما بترجعش تاني. طب لحظة تفضل. لأنه الدهون ما بترجعش تاني دي في ليها وقفة شوية. هو في المنطقة اللي تم الشفط منها ما بترجعش، بس ممكن إذا رجع تخن تاني بترجع في منطقة تانية؟ لا، هي ما بترجعش في منطقة تانية، لأن هو الجسم بعد 18 سنة أو بعد البلوغ عادة ما بيكونش دهون تاني، فبالتالي حجم الدهون بيزيد لكن تكوين دهون جديدة ما بيحصلش. تمام ده مهم للتوضيح. وهو السؤال المتكرر أو الإشاعة اللي طالعة إن بيحصل تكوين للدهون في أماكن أخرى. ليه؟ لأن الأماكن اللي إحنا عملنا منها شفط ما بتستجبش لزيادة الوزن بنفس الدرجة اللي بتحصل في الأماكن التانية. فبيتخيل المريض إن هو زاد في الأماكن التانية أو الجسم راكم دهون في الأماكن التانية، وده ما بيحصلش. هي زادت زيادة طبيعية، لكن استجابة الأماكن اللي حصل فيها الشفط لأن ما بقاش فيها مخازن دهون أقل. تمام. فما بيبانش الزيادة فيها. فده أول حاجة شفط الدهون. شفط الدهون حل سريع، مرحلة واحدة، أسبوع بالكتير، من 4 لـ7 أيام نقدر نقول المريض يرجع لحياته. الأجهزة هي نفس النتيجة لكن بأقل كفاءة ووقت أطول. يعني المريض بيمشي معنا جلسات لمدة أسبوعين لحد 6 أسابيع. عجبني موضوع القطر أسابيع. والطيارة. بالظبط، يعني مثال يعني مهم بيشرح القصة. بيجي معنا من أسبوعين لحد 6 أسابيع على حسب درجة الدهون. كل أسبوع بيجي من مرة لاتنين يعمل جلسات، ممكن الكورسات دي تتكرر تاني. فالمريض اللي عنده وقت وخايف شوية من الجراحة بنلجأ للأجهزة، بتجيب حل كويس جدا، وعلى رأسها طبعا جهاز الكرايلايبوليسيز أو إذابة الدهون بالتتليج. هو ده الجهاز الوحيد يا جماعة. تجميد الدهون يعني؟ تتليج الدهون. طب ايه الفرق بين التتليج؟ هو في حاجات كتير قوي بيتقال عليها تتليج وتجميد وبتاع، لكن هو الجهاز الاسم العلمي كله كرايولايبوليسيز. الاسماء التجارية كتير جدا، لكن ده اسم التقنية. هو بيعمل فريزنج للدهون درجة 5 تقريبا، وبعد من اسبوعين لشهر بتبتدي الخلايا الدهنية الجامدة دي تدوب، وبالتالي بنتخلص من حوالي 40% من الدهون اللي موجودة في المنطقة. كام جلسة؟ على حسب تراكم الدهون وعلى حسب كمية الدهون اللي موجودة. تمام. وده التقنية الوحيدة اللي هي علمية، اللي هي التقنية الوحيدة اللي FDA approved. الأجهزة التانية اللي موجودة كلها كلام فاضي.
ناس كتير طبعا طبعا بتقلل، بيقيسوا قبل الجلسه. احنا بيقيسوا قبل الجلسه ويقيسوا بعد بقى الجلسه. شوف بقى، لا احنا لازم يعني احنا هنا في وقفتنا في النهار اليوم في طبيب اليوم بالذات بنحب نقدم الرؤى المختلفه. كل دكتور ليه رؤيه، كل دكتور ليه طريقه. لكن انا يعني مر عليا اسماء اجهزه كتير جدا في هذه الوقفه، معقوله الاجهزه دي؟ هو الرؤى الدكاتره تحترم، بس فيما لا يخرج عن الاسس العلميه المعترف بيها. احنا عندنا الاسس العلميه في منظمات بتتكلم وتقول دي تقنيه معترف بيها ودي تقنيه مش معترف بيها، دي مجربه ومكتوبه في التكست بوك في المراجع بتاعتنا ودي كلام الناس بتقوله. يعني في اجهزه بيدخلوا المريض على الجلسه، قبل الجلسه يقيسوا وبعد الجلسه يقيسوا، الله ده 2 سم يروح يشرب كوبايه ميه ترجع. معقول؟ الكرايولو هيبولسيس مش كده، الكرايو فعلا نتيجه مستمره وحقيقيه، ممكن نوصل لحد 10 و12 و13 سم نقص في المنطقه ونقص مستديم، لانه فعلا بيقضي على الدهون. تمام. شفت الدهون طبعا. طب لو الانسان ما التزمش بترجع تاني؟ خلينا نقول ان خلينا نحط كل الاحتمالات، خلينا نقول ان ممكن يراكم دهون في المنطقه تاني، لكن بعد ما الواحد بيجرب الشكل الجديد والنتيجه اللي بتفرق لا يمكن يرجع تاني. بالظبط كده. وفي تعليمات كمان بنقولها له لو تابع معانا، مش 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 نظام غذائي بنمنعه من الاكل، لا بننظم طريقه الاكل بتاعته عشان الحرق يتنيه مستمر وبالتالي النتيجه تبقى مستديمه، مع شويه تعليمات تانية والتزامات تانية بتخليه يحصل على نتيجه ان شاء الله مستديمه. تمام. ده بالنسبه للاجهزه. بالنسبه لشفط الدهون طبعا القصه مختلفه خالص. قصه بتجيب من الاخر، قصه هايله جدا وليها مزايا تانية، ان احنا ممكن بقى نستخدم الدهون اللي احنا بنشيلها زي ما هنقول بعد كده. لسه كنا هنتكلم فيها حاجات كتير مختلفه. طيب الدهون بقى اللي بنستخدم اللي بنشيلها من الجسم، ممكن نحقن بيها اماكن اخرى من الجسم ولا نحقن بيها اماكن في الوجه ولا ممكن الاثنين؟ تمام. هو طبعا حقن الدهون دي من تعتبر ايرا جديده من الحاجات اللي تطورت قوي الفتره الاخيره وفادتنا كتير احنا جدا في جراحه التجميل. حقيقي بنعتبرها من الحاجات القفزات العلميه الاخيره، لان هي مش مجرد بس بتعمل زياده في الحجم في المنطقه اللي بنحقن فيها. مع الشغل والعلم والدراسات اللي اتعملت على الدهون لقينا فيها دي بقى الحاجات اللي بتحتوي فعلا على خلايا جذعيه، بتحتوي على عوامل نمو وحاجات بتجدد البشره طبيعيه. دي دهون الجسم. في دهون الجسم بتتاخد من الجسم. اللي بتتاخد من الجسم، فاولا بتدي كحجم نتيجه مستديمه بحاجه طبيعيه الجسم ما بيرفضهاش، 40% منها بيدوب ويبقى المريض 60% فور لايف للابد. يزيد ويقل معاه كان هو دهون طبيعيه خالص، ما بيضطرش يعمل يكرر الموضوع ده كل 6 أو 8 شهور زي معوضات الحجم المختلفه زي الفيلر والكلام دوت. الهايلورونيك اسيد اللي هو الفيلر اللي هو بالاسم بتاع دايما هايلورونيك اسيد. تمام. انما الدهون طبعا مستديمه. طيب نيجي بقى غير زياده الحجم، الميزه في انها بتدي ما يسمى بالتعريف الدارج اعاده النضاره. اعاده النضاره ليه؟ لان هي الخلايا في بعض الخلايا بتتكسر بتفرز عوامل. كل ده بتتكلم عن الدهون اللي بتتكسر من الجسم. بالظبط كده. اللي بنشفطها بنعالجها بطريقه معينه، بنكثف الدهون. بتعالجوها ازاي؟ بتحقنوها بنفس صورتها؟ حاجه بسيطه خالص، هو ليها كذا طريقه للمعالجه. انا بفضل طريقه في جهاز اسمه سنتريفيوج بسرعه معينه لوقت معين بنكثف الدهون وناخدها خلايا دهنيه خالصه مع الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي بقى بتعمل اعاده نضاره للبشره، بتجدد الجلد. يعني لازم يضاف ليها خلايا جذعيه؟ هي فيها ما هي دي الميزه بتاعت الخلايا الدهنيه، ان هي بتحتوي على الخلايا الجذعيه اللي من الجسم طبيعيه. بالظبط. محتاجه بقى انك بنسميها ليها ريجينيرتيف باور، يعني ليها قدره على اعاده انتاج خلايا جديده وشد الجلد وتحسين شكل الجلد واعاده النضاره. لو حطيتيها على الجلد بس بتلاقي الجلد بيلمع بعد فتره. احنا بنعمل كده في بعض الحالات، نحط الدهون على الجلد من بره ونسيبها وبآله معينه بنستخدمها تلاقي الجلد ابتدى يتحسن وشد كويس. طب بيبقى بتعمل بقى شد؟ بتعمل شد وعلاج للترهلات مثلا في الوجه والتجاعيد والحاجات دي؟ حلو قوي السؤال ده. ولا الحاجات دي ليها تقنيه ثانيه؟ دايما بنقول ان استخدام التقنيات المختلفه مع بعضها بطريقه صحيحه وبتناغم كويس بيدي نتيجه كويسه. يعني الدهون تزود الحجم وتعيد نضاره البشره، لكن ما ترفعش الوجه. لو في تهدل وشويه تجاعيد زايده بندخل معاها تقنيه اخرى زي شد الخيوط. لو في البشره محتاجه تغذيه اكتر وتجاعيد فيها مشاكل تجاعيد بسيطه، محتاجه زي ما نقول ايه اعاده الشباب للبشره، بندخل معاها تقنيه ثانيه زي حقن البلازما.
لو في شويه تغيير في لون البشره واثار الشمس والكلام ده، ندخل الليزر والتقشير الكيماوي، هو استخدام التقنيات المتاحه لينا في التجميل عشان نقدر نوصل لحاجه كويسه. تمام، هو ده اللي بيفرق بقى، انك تبقى عارف التولز بتاعتك، الالات بتاعتك، وتستخدمها على حسب كل حاجه في كل في المريض عشان توصل لاحسن نتيجه. ممكن نستخدم كل ده في مريض واحد عشان نقدر نوصل نتيجه كويسه. جميل. في ناس يعني اقول في ناس جربت ده. موضوع انه حصل شفط دهون وحقن في اماكن تانية في الوجه، بيقولوا ان ده اولا مش بيدوم، بيعمل تورمات، او مفيش اي اجراء تجميلي تقريبا ما بيحصلش معاه شويه تورمات. فحضرتك تصحح بقى المفهوم او الصوره. خليني اشبه لحضرتك بالظبط، لما الواحد بيتخبط بيحصل ايه؟ كدمه بيورم، اللي هي الاستجابه الطبيعيه للجسم لاي عامل خارجي. هو ده اللي بيحصل، شويه تورمات بتقعد كتير قوي اسبوع، كتير قوي 10 ايام، يوم ما يعني يبقى الحنين كميه دهون كتير، بعد كده التورمات نفسها بتختفي. لكن الدهون تختفي؟ لا، ده دي الميزه الوحيده اللي في الدهون، ان انا بحقن حاجه من الجسم مستديمه 40% بس من الكميه اللي انا بحقنها بتختفي، والباقي 60% للمريض. 60% ما بيروحوش، عكس الاشياء الثانيه كلها اللي بتستخدم في زياده الحقن، بترجع تعيد الحقن مره ثانيه كل 6 شهور ل 8 شهور بالكثير. تمام، الميزه الكبيره ان ما بيحصلش التليفات الشديده قوي اللي بتحصل مع الحاجات الصناعيه دي. طبعا اكيد. هو بالمنطق كل ما هو طبيعي ومن جسم الانسان تمام، استجابه له احسن طبعا، افضل طبعا طبعا بكافه المقاييس. ده اكيد، ده اكيد. طيب بمناسبه الحقن، احيانا او بنسمع الفتره الاخيره او ممكن قبلها بشويه، قبل ما الاجهزه تتطور يعني، انه في ناس بتخسس مثلا منطقه البطن بالحقن، بتاخد حقن معينه بتذيب الخلايا الدهنيه. طبعا. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ نسمي كل حاجه باسمها، الميزوثيرابي. ميزوثيرابي. الميزوثيرابي ده كارثه طبعا. برضه هرجع اقول لك تاني، الحكم بين اي واحد بيتكلم وبين حد تاني هو الـ 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 المراجع العلميه والكلام العلمي. مفيش اي حاجه كاتبه حاجه عن الميزوثيرابي. طب وبتستخدم كده يعني؟ والله هو في ناس اولا لما حتى الشركات اللي بتستخدمها او اللي بتروج لها بتتكلم عنها بتقول ان هي في كميه دهون صغيره خالص بالحجم دوت. الحاجه الثانيه مؤلمه جدا، الحاجه الثالثه بتعمل تليفات شديده قوي، بنشوفها دايما واحنا بنعمل شفط الدهون. يمكن لو الفيديو اللي معانا اتعرض دلوقتي، احنا واحنا بنعمل حقن الدهون بندخل بآله صغيره نعمل شفط للدهون. العيانين كتير قوي من اللي عاملين ميزوثيرابي بيجوا طبعا نتيجه التجارب المتكرره للميزوثيرابي وان ما بيحصلش تحسن. ما بنيجي نخش بالآلة بتاعتنا ونعمل شفط للدهون بنلاقي تليفات شديده جدا بعد. هي كارثه، مش بس ما بيحصلش تحسن، الكارثه انه بيحصل تليفات وبيحصل مشاكل كمان. بالظبط، زي الفيديو هنا بيشرح لنا اول خطوه طبعا بنحقن سايل، في حاجات بتقبض الشرايين والاورده وتفتت الخلايا الدهنيه شويه، بعد كده بنخش بالآلة بتاعتنا. ده بالنسبه للشفط. شفط دهون حوالي 4 مللي، بنشفط الدهون ونتخلص منها نهائيا. هي القصه ان احنا بنشيل الدهون ونشيلها ونرميها خالص. طبعا القصه يعني حل جذري لموضوع تراكم الدهون. دايما العينين بقى اللي حقنين ميزوثيرابي بنلاقي دايما مقاومه شديده، تليفات شديده جدا، غير العينين اللي مش حقنين ميزوثيرابي. وكتير قوي بنعمل العيانين حقنين ميزوثيرابي بيجوا لنا نعمل لهم شفط دهون، كتير قوي نسبه 80% من العيانين. طيب في فرص لحدوث الترهلات بعد عمليه الشفط؟ كويس قوي، السؤال ده مهم جدا. طيب اول او في طريقتين اتنين عشان نقيم او نمنع الترهلات. اول حاجه ان احنا نختار المريض المناسب لشفط الدهون. قبل شفط الدهون القصه كلها ان احنا لازم نقيم المريض كويس، نشوف التون بتاعت الجلد، نشوف الجلد بتاعه اساسا فيه ترهلات ولا فيه فرصه انه يحصل له ريكويل، زي ينكمش تاني نتيجه ان الكولاجين بتاعه كويس، سن المريض كويس، حاله الجلد والتون بتاعته كويسه. لو المريض من النوعيه دي خلاص بنعمل شفط الدهون ونسبه حدوث الترهلات بتبقى قليله جدا، خاصه لو التزمنا بتعليمات لسه هقولها بعد الجراحه. لكن لو المريض اساسا حاله الجلد سيئه، الكولاجين بتاعه متكسر، في علامات تفتيح للجلد، في ترهلات شديده، في ترهلات شديده، غالبا ما بنقدرش نكتفي بشفط الدهون بس، وبنضيف ليها شد في نفس الوقت. في نفس الوقت، فهي القصه التقييم الجيد قبل الجراحه. طيب بعد الجراحه، بعد شفط الدهون، احنا يمكن في فيديو برضو معانا بيورينا ازاي ان احنا بنخلق مساحه كبيره بين الجلد وبين العضلات لما بنشيل شفط الدهون. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لان احنا بنشيل طبقه الدهون اللي موجوده في النص. طيب
يمكن الفيديو ده هو باين معانا. احنا بنفس التكنيك اللي بنخش برضه بنحقن سوائل معينه، بعد كده بنخش نشيل الخلايا الدهنيه اللي موجوده بين زي ما حضرتك شايفه الجلد وبين العضلات. كويس، بيتخلق عندنا فراغ معين. التعليمات اللي قايمه بعد الجراحه كلها قايمه ان احنا ازاي نقفل الفراغ دوت، عن طريق اول حاجه الكرسيه، وده مهم جدا. الحاجه الثانيه المريض بيتني لابس الكرسي دوت من حوالي 3 اسابيع، مره الصبح ومره يعني 24 ساعه. بعد 3 اسابيع ممكن نريح منه فتره بالليل بس، لكن ممكن نوصل مستمرين في لبسه من يعني شهرين لثلاثه، عشان نتنينا قافلين المكان دوت. قفل المكان دوت بيساعد ان مفيش تورمات تحصل، مفيش سوائل تتراكم، الجلد يرجع لمكانه الطبيعي من غير ما يحصل ترهلات ولا علامات تجاعيد بعد الشفط. طيب في ناس بعد عمليات الشفط تحديدا، وحتى وهم لابسين الكرسي، او ممكن بعد فتره من لبسهم للكرسي، بيخضعوا لاجهزه بتحسن كفاءه الجهاز الليمفاوي. كويس جدا، هو ده يعني ده بالظبط البروتوكول اللي احنا ماشيين عليه في المركز عندنا. احنا الاول بنقيم المريض زي ما قلت لحضرتك علميا وطبيا، ونشوف حاله الجلد ونشوف الدنيا. بعد كده بنقرر شفط الدهون، بندخل بعد شفط الدهون بنقول له التعليمات، يلبس الكرسي بعد اول لا لا لا، عشان في ناس بتزهق، والمرضى بعد التجربه ديت وبعد لما بنقعد نشرح لهم الدنيا كويس وبيفهموا بيلتزموا، حقيقي بيلتزموا. بعد اسبوعين لثلاثه بنبتدي جلسات تحسين كفاءة الجهاز الليمفاوي. دي انا ما اعرفش انت عرفتها منين، برافو عليكي. من كتر اللي بيجي لي. اولا يعني اسمها كومبريشن ثيرابي، بنعملها مره او اتنين في الاسبوع، بتساعد ان التورمات تروح بسرعه جدا، مع كمان جلسات لشد الجلد. فبالتالي بنحصل على ميزه الشفط وميزات كمان الاجهزه اللي بتحسن النتيجه، وبتحسن نتائجنا جدا الحمد لله. تمام. يعني ده مهم، مهم جدا، وبيفرق وبيحسن النتيجه ويسرع النتيجه، والعيان يرجع لشغله بسرعه، والورم يروح بسرعه، حاجات كتير بصراحه بتفرق كتير جدا. طيب نتكلم بقى عن تحسين شكل الوجه. قلت لي انه مش بس حقن الدهون اللي من الجسم بتساعد، هي بس بتدي حجم فوليوم، بس بنستعمل معاها اكثر من تقنيه حسب حاله الوجه. تمام. لو الوجه محتاج يتشد او في تهدلات بنبتدي نستعمل الخيوط. تمام. طيب كلمنا بقى عن هذه التقنيه وتحديدا الخيوط الفرنسيه. كويس، هو في انواع كتير قوي من الخيوط في موجوده في الماركت. يمكن احنا بنفضل في المركز، لسه قبل ما اجي لسه عامل حالتين ده اللي اخرني شويه، بنفضل الخيوط الفرنسيه لان هي حقيقه اقوى، نتيجه بتقعد حوالي من سنتين لثلاثه، بنج موضعي نص ساعه. طب والباقي؟ في طبعا كوري وفي حاجات تانية. هي الفكره ان هي مفيده بس الحاجات اقل شويه، حالات اقل تهدل. ما هو عشان كده احنا بقى ما لازم نقول بقى ان الخيوط الفرنسيه هي اقواهم للحالات الاكثر تهدلا. بس الفرنسيه فعلا ان هم بيتقال بشكل عام على الخيوط كلها خيوط فرنسيه. ليه؟ تجاره يعني؟ يعني بيقول لك ما هي مش كده طبعا، هي الخيوط الفرنسيه لها تصميم معين، طريقه الشغل بتاعها مختلف خالص، نتيجه اقوى واكثر استمراريه، ما بيبقاش فيها اي مشاكل للجسم، الماده بتدوب بعد حوالي سنه ونص لسنتين. نقدر نعملها مع اي تقنيه ثانيه لتحسين البشره، سواء كان حقن الدهون او زي ما قلت لحضرتك التقشير او الليزر او مع الفيلر مع البوتوكس لعلاج التجاعيد اللي بتظهر بالذات النيزو ليبيال فولد، الجولز، الترهلات اللي بتحصل هنا، شد الرقبه ده مهم جدا، ويمكن هي الوحيده اللي بتدي نتيجه بشد الرقبه. عكس الخيوط الثانيه الكوري والحاجات المختلفه اللي موجوده ضعيفه، يعني ضعيفه جدا ضعيف، وما بتقدرش تشد الرقبه بالدرجه الكبيره وبيحصل معاها مشاكل كمان. الخيوط الفرنسيه زي ما قلت جلسه بسيطه خالص، مخدر موضعي تقريبا في نص ساعه بنكون مخلصين من غير لا تورمات ولا زرقان ولا اي حاجه، المريض بيرجع لحالته الطبيعيه وبيحصل نتيجه هائله جدا. طيب لو القصه مش ترهلات او تجاعيد، لو القصه ان فيه شويه تغيير في لون البشره او محتاجين نزود نضاره البشره، البشره ترجع تلمع وترجع زي البشره الطفوليه تاني، البيبي لوك. بالظبط كده. ايه التقنيات التانيه اللي ممكن نستخدمها؟ حاجه جميله جدا ومفيده زي البي ار بي، او حقن الدهون عاليه البلازما عاليه الصفائح. بي ار بي يعني بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. بناخدها من المريض حوالي 10 ل 20 سم من الدم وبنعالجها بتقنيه معينه. ايه فكره البي ار بي بسرعه؟ ان هي السايل دوت بيبقى فيه صفائح دمويه اللي بتبقى مليانه بعوامل النمو والخلايا برضو الجذعيه اللي بتحسن نضاره البشره
بتحسن تنظيم الكولاجين والالياف اللي في الوجه، تشد البشره وتعمل اعاده بناء ونضاره. بيضاف ليها مكونات فيتامينز او كده ولا ممكن؟ بس انا ما بحبش طبعا الحاجات اي حاجه صناعيه. بتبقى صورتها الاصليه بتفضل ايه يا دكتور؟ صورتها الاصليه طبعا احسن، هي لوحدها كفايه جدا. تكرار الجلسات في البشره او في تساقط الشعر من حقن البلازما بيدي نتيجه هائله جدا ومستديمه. طيب ما بين الجلسه والجلسه مده قد ايه؟ يعني من اسبوعين لاربعه على حسب حاله المريض. يحتاج كام جلسه؟ ممكن متوسط اربع جلسات مع الحاجات التانيه ممكن تستخدم في النص. اللي هي ايه؟ زي تقشير البشره لازاله اذا كان في اماكن غامقه، اذا كان في تجاعيد ظاهريه زي الكلف وزي علامات الغمقان البشره من الشمس، اختلاف اللون، الحاجات دي كلها اللي هي تاثيرات العوامل الطبيعيه على البشره. لو عايز يعمل في ليزر في النص ممكن نعمل، لو في تجاعيد للجبهه ودي احسن حاجه ليها البوتوكس طبعا. لو تجاعيد شديده وصلت للطبقه العميقه من الجلد ممكن نعمل حقن دهون كمان في التجاعيد مع البوتوكس. كل التقنيات دي كلها ممكن نستخدمها مع بعضها طبعا، بالاضافه الى الحاجه الرئيسيه اللي هي حقن الدهون في البشره. مين المريض اللي بيجي لك وبتقول له ما اقدرش اعمل لك شفط حتى لو انت محتاج؟ كويس قوي. اولا اللي هو مريض مش مناسب للشفط، يعني عنده سمنه مفرطه، البودي ماس اندكس او معامل كتله الجسم معدي، يعني المفروض معدي 30، احنا نقول لو معدي 35. لو مريض عنده مشاكل صحيه تمنعه من عمل شفط الدهون، لو سكر ما متحكمش فيه، ضغط، اي حاجه تمنع دخول الجراحات، مع ان احنا دايما بنقول ان مفيش حاجه تمنع دخول الجراحه طالما قدرنا نتحكم فيها. يعني السكر يتظبط. عندهم سكر وضغط لكن ممكن يتظبطوا قبل العمليه، طالما مظبوطين يبقى مناسب. طالما مظبوطين يبقى مناسب. او لو مريض عنده ترهلات شديده في الجلد وبيطلب انه يعمل شفط دهون بس، ده برضه بنرفض نعمله، لان النتيجه وزياده الترهلات اللي بتبان بعد الجراحه بتبقى مش لطيفه. فبنعمل شيفت في تفكير المريض على حسب حاله الجلد بتاعته، وبنزود لشفط الدهون شد للجلد والترهلات اللي موجوده. بالنسبة للشفط مثلا الذراعين، الذراعين بيبقى شفط وشد في نفس الوقت لان بيبقى في ترهل؟ على حسب درجة الزيادة. احنا بنقسم ترهلات الذراعين او زيادة الحجم فيها لدرجات، بنحط كل مريض في الدرجة بتاعته. الدرجة الأولى والثانية ممكن ينفع فيهم شفط الدهون، الثانية والثالثة المتأخرين مع شفط الدهون بيبقى كمان في شد للجلد. تمام. احنا بنشكرك جدا دكتور احمد ثروت نصار، مدرس جراحه التجميل والحروق بكليه الطب، دكتوراه جراحه التجميل والحروق وجراحات الوجه والفكين، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. شكرا ليك نورتنا. ونلقاكم دائما بخير وصحه وسعاده، مشاهدي النهار اليوم وطبيب اليوم، الى اللقاء.